عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتي القدس إلى الأبد. المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر كل حين وإلى الأبد. وإذا ما فاحت فينا رائحة محبتك الزكية يا ربنا وإلهنا واستنارت نفوسنا بمعرفة حقك أهلنا كي نستقبل ابنك الحبيب في ظهوره من السماء حيث نشكرك ونسبحك باستمرار في كنيستك الممجدة المليئة كل أون وخيرا إذ إنك أنت والرب وخالق الكون إلى الأبد. سادنا والمخلص الصالح لنفوسنا والحافظ الدائم لحياتنا إليك نرفع الحمد والمجد والسجود يا رب الكل في كل حين وإلى الأبد. أرم قلخ نشبح كل أعمالنا حيا قلبي سلام يوثى وثى
ربنا وإلهنا أفكارنا كي نصط ونفهم جيدا تعاليم وصاياك المحية والإلهية، وهب لنا بنعمتك ورحمتك أن نجني منها فائدة حبا ورجاء وخلاصا يصلح لأنفسنا وأجسادنا، فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية يقول: يا إخوة بارك مار، لنورك المسيح بحكمة تعاليم المقدسة ويجعلك مثالا صالحا لكل الذين ينصتون إليه. فنحن الآن يا إخوتي مديونون، ولكن لا للجسد حتى نسلكوا بحسب الجسد، لأنكم إن عشتم بحسب الجسد فستموتون، وإن عبدتم بالروح أعمال الجسد فستحيون، لأن الذين يقتادون بروح الله هم أبناء الله، لأنكم ما أخذتم روح العبودية أيضا للمخافة، بل إنما أخذتم روح ذخيرة البنين الذي به ندعو أبا يا أبانا، والروح عينه يشهد لأرواحنا بأننا أبناء الله، وإن كنا أبناء فنحن ورثة أيضا، ورثة الله وارثونا مع يسوع المسيح، فإننا إن تألمنا معه نتمجد معه أيضا، وإني أظن أن الآلام هذا الزمان لا توازي المجد المزمع أن يظهر فينا، لأن الخليقة كلها ترجو وتتوقع ظهور أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادتها ولكن لأجل الذي أخضعها على رجائه، إن الخليقة ستعتق هي أيضا من عبودية الفساد بحرية مجد أبناء الله، لأننا نعلم أن الخلائق كلها تتنهد وتتمخض إلى هذا اليوم. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقم باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. اتكلت أيها الرب إلهي، فمن جميع الذين يلاحقونني خلصني وانقذني، لئلا يفترس كالأسد نفسي هو الذي يخطف ولا منقذ. هللويا. وهو يعلم قائلين له:
بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم عن كلمة واحدة، فإن قلتم لي قلت لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين هي؟ أمن السماء أم من الناس؟ فطفقوا يفكرون في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقولوا لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الجمع، لأن جميعهم كانوا يتخذون يوحنا مثل نبي. فأجابوه قائلين: لا نعلم. فقال لهم يسوع: ولا نقول لكم بأي سلطان نفعل هذا. ماذا تظنون؟ رجل كان له ابنان، فدنا إلى الأول وقال له: يا بني اذهب اليوم اعمل في الكرم. فأجاب وقال: لا أريد. ولكنه أخيرا ندم ومضى. ودنا إلى الآخر وقال له كذلك. فأجاب قائلا: نعم يا سيدي، ولم يمضي. فمن من هذين فعل إرادة أبيه؟ فقالوا له الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. فإنه قد جاءكم يوحنا بطريق العدل فلم تؤمنوا به، والعشارين والزواني آمنوا به. أما أنتم فمع أنكم رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا بي. أشوحا لا لها من أي الأب والابن والروح القدس. أكيد اليوم قراءتنا هي من إنجيل متى إصحاح 21، وهو مثل مهم يعطي يسوع عن حقيقة الإنسان الداخلية ونوازعة. تعرفون الإنسان مثل البحر، البحر دائما السطح مالته هادي بس ما نعرف شكو جوا، فعادة نحكم على السطح احنا. لكن يسوع دائما يدخل بالعمق، وكل ما رحت نحو العمق كل ما اكتشفت امور كل الزينة، وتشوف اكو اسماك تخبل، وتشوف اكو اسماك قرش، وتشوف طحالب، وتشوف وصاخة. الإنسان كل ما عاش على السطح يكون أكثر مرتاح، لأنه وجه واحد. لكن المشكلة شنو الفرق بين الإنسان والبحر؟ أن الإنسان بلحظات ما يقدر يسيطر على روحه، يطلع شكو بداخله ويزوعه برا، ومن يطلع برا يطلع غريب، غريب عليه وغريب على الناس، لأن الإنسان ما يقدر يسيطر على داخله. أغلب اللحظات إحنا نسيطر على نفسنا، أكو لحظات تجرحنا
ومن انجرح مشكلة كبيرة، نطلع نزوّع لما نكون أعصاب، لما الأرض تهتز تلاحظون تنشق القشرة، فتطلع ما في العمق اللي طول عمرنا نخفيه وما نريد نراويه للناس. هنا يسوع يجي يطخ. ليش؟ لأن الإنسان بعمقه مو بالسطح. كل واحد بينا حلو السطح مالته، حلو شكله، محافظ على اتزانه، على ثقله، ما يريد يحكي كلمة زيادة، ما يريد أحد يحكي عليه، كل شيء يمشي. بس هذا مو إنسان حقيقي. الإنسان الحقيقي والإنسان اللي يطلع داخله حتى لو ما طيب. هذا الشيء مهم جدا. إحنا بمجتمع، لا بمجتمع إذا قعدنا يلا خلني نصلي، بس أي واحد بينا قاعد دا يصلي بس للأسف الشديد على السطح مو بالعمق. العمق هو النعمة، وخطاياك إيش قد هي قذرة بس هي مهمة جدا حتى تكشف واقعك. أبد سوالفك العقلية ولباقتك وثقافتك ما تكشفك، إنما اللي يكشفك هو أنت لنفسك في لحظات عزلتك، في لحظات خلوتك. أنا دائما أقولها، ولهذا الكتاب المقدس ديروا بالكم باعوا أول ما يبدي سفر التكوين كل خطايا. روحوا اقروا الكتاب المقدس، أول كتاب الله خلق منا تشوفون البلاوي نزلت. آدم من البداية سمع كلام الحية وانطرد، ونزلنا جوا قائين قتل أخوه هابيل، وبعدين بنات الناس مع أولاد الله، بعدين فساد نوح وفساد جماعة نوح، وبعدين كشف العورة عند نوح، وروح على إبراهيم، وروح على برج بابل العفو، وفساد الناس تجاه الله، وبعدين تروح تشوف إبراهيم يروح ينطي مرته على أساس أنه أخته، ويروح يأخذ وحدة جارية يتزوجها على مود يصير عنده نسل، وهي مو من أبناء وبنات العهد، هي وحدة غريبة هاجر. فوين أقولكم وهلما جرى؟ روحوا قروا إلى أن توصلون ليوسف آخر شيء، وهم أخوته ذبوه بالبير. سفر التكوين كله خطايا. شنو معناها؟ معناها أنت لازم تعرف بأنك مؤسس بالدنيا هذه على الغلط. كل ما فكرت بنفسك كل ما غلطت. ولهذا يسوع يقول دير بالك تفكر بنفسك، فكر بأخوك، بس تروح حول نفسك راح توقع. هذا اليوم يسوع دا يحكي روح على داخلك، شوف البلاوي وابدي نظف، جيب سيم مواعين وجيب اسفنجة وابدي حك شو اسمه أسفل الجدر يا أخي، أسفل الجدر أسود. فأنا دائما مشكلة كبيرة، بس المرة المعدلة تشوف جداريها بيضة، أكو نسوان ما عدا خلق. أنا بطلت إنه آخذ أكل من الناس من وراء هالجداري، ما أعرف أنظفه. أكو نسوان حوق، أكو إذا ما هيك تباع وجهها منعكس ما ترتاح. أكو ناس جداريها سودة وتبقى سودة، لكن برا نظيفة. اليوم يسوع نوازع الإنسان يحكي عنها، بلاويك الداخلية ركز عليها، ركز على هذا المثل، وهذا جميل جدا. شلون انطرح جوي عليه دا يقولوا له تعال انت ايش تسوي، انت قلبت الدنيا باي سلطان دا تسويك؟ فهم سألوه سؤال، يسوع شو جاوب؟ يسوع شاطر، يسوع ذكي جدا، وذكاء مو ذكاء كتب، ذكاء روح. تعرف ناس اكو اذكياء روحيا غير اذكياء عقليا، هذول اذكياء روحيا تحس من يحكي الله دا ينطيل أحجية، الله دا ينطيل لغز وحل مالته. فمن جوي وقعوا بهذا السؤال، قالوا له أنت بيا سلطان، قل لنا وين السلطان مالته؟ قال لهم أوكي أنا راح أقول لكم سلطان مالتي منين، أنه دا سوي هالشيء. لكن أكو شيء مهم تجاوبوني عليه، إذا جاوبتوني على السؤال أنا أجاوبكم.
قال لهم معمودية يوحنا منين؟ شوفوا هذا الأسلوب يصيحوه بالفلسفة ريداكسيو أد أبزوردوم، يعني شنو؟ يعني أشمر لك لقط وإذا تقول إيه راح أضربك، وإذا تقول لا راح أضربك كمان. فأنت داخليا يصير عندك حالة نفسية. مثلا يجي واحد يقول أنا مثلا جماعتنا قديما أو جماعة الكرة الأرضية يسألون سؤال، يقول الأرض هل هي مسطحة أم دائرية؟ ها هسه هذا السؤال كان موجه للكنيسة أيام زمان، والكنيسة محارت بيه بالقرون الوسطى، لأن الكنيسة كانت تفكر بأن الأرض هيك مستطيلة مسطحة. قبل كانت هيك تفكر والناس يفكرون. زين إذا قلت أني الأرض مسطحة، زين إيش راح تجاوبني؟ إذا قلت لي الأرض مسطحة راح أقول لك أوكي يعني أكو حد بعدين الناس توقع لأنه مسطح لي وين؟ وما إلا ما النهاية. فإذا هي الأرض مسطحة بالنهاية راح يوقع الإنسان، أكو حافة، فإذا هذه كذبة. بعدين إذا قال لي دائرية أو كروية راح أقول له ها شون كروية؟ العد الناس كلها راح توقع إذا دائرية، هاي دائرية أكو فوق الدائرة وجوه الدائرة، جوه الدائرة راح يوقعون، الصفحات هم راح يوقعون لأنه ما كانوا مكتشفين قانون الجاذبية والغلاف الجوي. فأنا إذا قلت أرض مسطحة راح أوقع بمشكلة، وإذا قلت الأرض دائرية هم راح أوقع بمشكلة. نفس الشيء سوى يسوع، قالوا معمودية يوحنا منين؟ إذا قالوا من السماء يا بلعد ليش ما تؤمنون؟ وإذا قالوا من الأرض هاي شلون لعد هذا مو نبي هذا؟ شلون تحجون علي هذا يوحنا المعمدان؟ فوقعهم باللي صيحوه أبزردم ريداكسيو أد أبزردم، يعني قلنا إيه قلنا لا إحنا خسرانين، هذا هو يسوع. فشوفوا هنا فبوعوا علي ما قدروا يجابوا، قالوا لا ما نعرف، قال لهم أوكي العداني ما أقول لكم أنا بأي سلطان. بعدين وين وداهم؟ وداهم على مثل حلو صغير منمنم ومعروف وأكيد كلكم عايشين عليه وسامعيه. يقول كان واحد أبو كرم عنده ولدين مدى نقول حالتهم النفسية شنو، ودائما هذا الأسلوب عند يسوع، الابن الضال اثنين ولد، الطريق الضيق والطريق الباب الضيق والباب الواسع، وهلو مجرا أكو دائما هذا الشنو شيء مقابل شيء، أكو مقارنة. فهذا الرجل عنده ابنين، ماكو، قال له ابني روح اشتغل بالكرم. الأول ايش قال؟ قال لا ما أروح. بعدين ندم وراح. الثاني قال له ابني روح، قال له ايه تدلل يا بتدلل على راسي، واحد فدلسانه معسول ابني، قال له تدلل هسه اروح. هو بس راح منك هذاك راح قعد وما دار لباله ونام. فقال يسوع هذا المثل، قال من هو اللي اشتغل؟ من هو اللي طلع بار؟ قال له الاول لانه بالاخير اشتغل. شوفوا هنا بعدين يجاوبهم بيقولهم بأنه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. ليش قال يسوع هذا المثل؟ هذا قال مثل مهم جدا نركز عليه. مبدأ الطاعة، شوف ركزوا عليه، الطاعة أبد مو بكلمة نعم. أكو ناس هواي يجون للكنيسة، أكو ناس يخدمون بالكنيسة يقولون نعم، بس من تجي على حياتهم تشوفهم ما مسوين المينيمم، أبسط شيء ما مسوي اللي يراده الله، بس قالوا له نعم. نجي للكنيسة نصلي قداس كامل كله نعم، لكن إحنا أبد ما مشتغلين على أرضنا، على أرض الله. أبونا دزنا قال لنا روحوا اشتغلوا، قلنا له أوكي نعم، حضرنا القداديس وسمعنا كلمته وقلنا واو هللويا واحد لزم بيد الله، لكن بعدين ما جينا فلحنا أرضنا، ما جينا سوينا أرضنا بور بعدها. ليش؟ لأن نتحايل على الله، لأن الطاعة ليست بس نعم، إنما هي أنه أعمل. الطاعة هي واقع حي، كلمة متجسدة
وليس شنو اي نعم يا الهي نحن نخدمك اي اوكي شنو فايده اللسان اوكي يا ابا انا رايح دا اشتغل بعدين رحت نمت. لكن الاول الابن الاول لا الابن الاول قال لا اي قال لا مثل الزواني مثل الناس اللي هم ماشيين بطريق غلط. بس بعدين من سمعوا كلام يسوع دخلوا بمرحله انه انا اسمع مشيئه ابويا ما اتحايل. انا حياتي قديما كانت صفر، لكن من دخلت وياك يا رب صرت اني غير شكل. انا هسه راح احقق مشيئتك على الارض، فاروح اشتغل على قاعي حتى لو قاعي هالقدها أربعة في أربعة بس اشتغل عليه وازرع بيها كراث. مو انتوا هسه ورا البيوت مالتكم تزرع شويه باذنجان شويه كراث شويه خيار، مو ايش قد حلو انت لو تعكسها على حياتك، لو حياتك مقسمه هيك اراضي افعال خير، هاي الارض اللي هلقدها بها 20 شتله باذنجان، بس تعرف ايش قد تفرح من تطلع الباذنجان هاي؟ ايش قد اني افرح وايش قد اني يعني اتونس لما اروح على بيت شخص زارع لي ورا، احس هذا الشخص مو مثل هذا اللاخ اللي نايم والحشائش واصله للظالين ولا يريد يزرع والمن ابونا واكو بالسوق، لا بس هذا شغل ايدك افرح. انا يعني كان عندي مشكله انه الارض مالتي ابد ما تطلع شيء، فبالاخير بس كنت اتمنى اكل فد شيء من القاع، قمت اشتريت شجره مال تفاح من ماير بيها التفاحة طالعة زراعتها، أكلت التفاحة وبعدين ماتت الشجرة. بس عيني من دا طلعت هيك تفاحة طقيت لها خمس صور، قلت على الأقل يا على الأقل طلعت من القاعة. أرض بور كلها حجرية ما تسوى، بس على الأقل اتمتعت بلحظة أكلت بيها من الأرض. إيش قد حلو الإنسان اللي يسوي حياته مثل شنو؟ مثل قطع. شوف هنا أنا راح أزرع فرح، راح أزرع محبة، راح أزرع السلام. شو مدى تزرع أنت هذه الخضروات وتطلع لك ثمار هيك الله يريدك، لا تقعد تقول أنا عندي الكرم كبير، طبعا راح تتعب بس قسمها. المهم ابقى باللعبة حتى لو متألم، لا تطلع من اللعبة، لا تطلع من أنه تقعد تقول ما أسوي شيء. ايش قد حلو لما تسوي شيء حتى لو انت متألم. اكو لاعبين شطار حتى لو متكسرين يقول لهم لا اريد نبقى نلعب، اريد العب ويا المنتخب خليني العب. ايش قد حلو هذا الانسان ده يدوس على ألمه حتى يلعب، هذا يحب الله. الله ما يريد واحد اوكي كل شيء مرتاح ويتذمر ويقعد ويقول انا اريد بس ما يعني مدى تطوني مجال، لا أنا أريد ألعب، أنا أريد أبقى، I stay in the game. هذا هو الجيم، أنك أنت يا أما ويا الله يا أما أطلع. ما أريد هيجي، أكو ناس خسرت إخوتي، أكو ناس مرت بتجارب كثيرة، بآلام، بعدين تقول بعد كافي، أنا بعد ما لي علاقة بهالشيء، أنا بعد ما أسوي هالشيء، بعد ما أقوم أحكي ويا العالم، لأن العالم مو زينين، سد بابه على نفسه وقعد، قال بعد ما عندي اتصال بالعالم الخارجي، كلهم منافقين أبونا. كلهم مخوش ما أقدر أقعد وياهم. أقول لك لا، خليهم منافقين، خليهم مخوش، وخلي أنت تتعامل وياهم يوميا وتعرف كل الزين وشون دا يفكرون بيك. بس إيش قد حلو هذولا قطعة صغيرة قدامك. هالشخص هذا مثل هالقطعة أرض، بدل ما عوفة تطلع حشايش خلي أزرعها. أقدر؟ إيه تقدر إذا أنت ذكي، إذا أنت مزارع ذكي تعرف تشمر سماد وتقلب القاع وتخلي البذور، راح تحولها هاي التربة شوية شوية من حجرية إلى لينة، وبعدين تبدي تسحب البذرة. هذا هو شغلنا، إنه نفلح في الأرض، مو نقول بس نعم كلام معسول لله بعدين ما نقدر كل شيء نسوي، وتصير حياتنا مثل قطعة أرض كلها حشيش كلها طالع دغل كلها زؤان. لكن يجي الله يقول وين كلامك من قلت لي نعم، أشو ما اشتغلت. هسه أخوتي مهم جدا نركز على هالشيء، إنه مو بس نقول نعم ونروح ننام، مو نجي الكنيسة وبعدين نخلص القداس نرجع وكأنه يا أبو زيد ما غزيت، وإنما يكون عندنا مواعيد جديدة ويا الله بكل قداس.
ويصير ندم ما يخالف نكون مثل الأول، نقول لا بالبداية ما قدرنا بعدين أروح أشتغل مثل الابن الأول. تعرفون أكو 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 هذا الندم الطيب بهذا الابن الأول، بالبداية قال لا ما أقدر، بعدين قال أقدر، خلي أروح أسمع كلمة أبويا. الطاعة هي صراع، ما هي سهل، ما هو أمر سهل، يعني أصعب شيء هو الطاعة. من تجي تقول للواحد يلا سوي هالشيء صعبة، لكن من تجي تشوف بأنه هذا الشيء اللي راح أسويه هو للفرح، هو للنعمة، أقول أوكي أفضل هذا الشخص على نفسي. ولهذا ما نتحايل على الله. نقرأها بسفر صموئيل النبي، فدي يوم الملك شاول تحايل على الله، هجم على جماعة اسمها بني عماليق، فانتصر عليهم وجاب كل شنو الخسارة اللي خسروها هم، كل هذا شيء ربحها وجابه إله، شافت شيء كلش ثمين. فقال له الله، قال له أريد هذا كل اللي حصلت منها الحرب تكرس إلي. فمن قال الله تكرس إلي بعد ما تخبي هو سوى باعه. قال معقولة الله يريد هاي الأمور؟ ايش راح يسوي بها؟ تخلي أقدم له ذبيحة حتى لو تخبل، فالله راح يفرح ويعوف لي هاي الأمور اللي كسبتها من الحرب. طلع لالله رزله، قال له شوف الطاعة أعظم من الذبيحة بألف مرة، والإصغاء أعظم من لحم الكباش. دير بالك تتحايل على الله، الله طريقه واضح. فلا تقول له إيه أوكي وبعدين تروح تنام، إذا قلت له لا ها هي انتهت، راح ينطيك مجال حتى تهتدي في يوم من الأيام. وتذكروا كل الزين، تذكروا يهوذا وبطرس، اثنينهم خانوا يسوع، بس يهوذا ندم راح شنق نفسه. هاي ندامة ناس كآبة، ندامة خوف، ندامة توديهم داهية ينتحرون. لكن بطرس ندم وين راح؟ بالأخير كان عنده فرصة أخرى أنه يلتقي بيسوع بعد القيامة، ويسوع انطاه بعد نعمة فوق نعمة. فديروا بالكم الندم مو ذاك المهم، لكن القلب اللي هو وراء الندم هو قلب يريد يتوب ويروح يشتغل بحق الله، مو قلب يندم ويروح ينتحر ويكره الله. فاليوم أخوتي العمل من أجل الملكوت، ونكون مثل ابن الأول، صحيح نقول لا نمانع جسدنا ضعيف، لكن الله مطينا مجال راح نقوم نقول له نعم ونرجع نشتغل بحقله، أحسن ما نقول له اليوم بالقداس نعم ولكن حياتنا وسخة، حياتنا ما بيها نعمة الله وما بيها إيد وساعد مبارك من الله. ففكروا بالموقفين وأكيد راح تختارون الابن الأول اللي بالبداية مانع ولكن بالنهاية قبل وتبع الله. آمين. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس. أجل أيها الرب الإله والقدير أننا نستودع نفوسنا بين يديك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موابتك وتغفر برحمتك خطايا شعبك الذي اخترته برحمتك يا رب الكل. أيها الأب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. No.
قدشان ودخرانا دو ثلت مريم يمدلا نعلم وعلم من العالم من وامي سيحة ودورة رحمة ودحيدة صلوا بوشينا ووريدا نمر كل دخرا مريا وسيب على المذبح وشام كندا صاحوا سديد اثكلان ثم وسطك يا وثن كان فرغ يمشي عب باب والروح نؤمن بإله واحد الاب ضابط الكل وخالق السماء والارض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي على يدي صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف معبودية واحدة بمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم ونسقنا اختشبت ويقار وتوديث وصغثة هشا وخلزوان والعالم عني
وشني وذح ثيا ويتون قيمين ومصلين شلاما نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون مع جميعنا الان وفي كل اوان والى الابد ارفعوا افكاركم الى العلا اليك يا اله ابراهيم واسحاق واسرائيل ايها الملك المجيد القربان يقرب لله ويحق السلام معنا ومع الكروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين يقدم المؤمنون السجود لعظمتك إنهم يهتفون ويسبحون بلا انقطاع وينادون بعضهم بعضا قائلين قدوس 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 الرب الإله الصباح أن يتألم ويدنو من الموت في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزان بيديه المباركتين ورفع عيني نحوك أنت الله أبوظ بطلكول وشكر وكسر وناول تلاميذه قائلا خذوا كلوا منه كلكم الذي يبذل من أجلكم ومن أجل الكثيرين لغفران
الخطايا. آمين. كذلك من بعد العشاء أخذ بيدي المباركتين كاسا طائرا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منا كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لغفران الخطايا. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري. نؤمن ونعترف. فعلى جميع حسناتك ونعمك إلينا نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وفي كل أوان وإلى الأبد. قدير اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي فطال طباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء والأبرار الصديقين حظوة في عينك وجميع الأنبياء والرسل والشهداء المعترفين. تقبل يا رب هذا القربان الذي يقربه ونقربه لأجل كنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان. جميع الحزان المتضايقين والمحتاجين والمضطربين والمرضى والمتألمين وكل الذين يقدون على رجاء القيامة. يا ربي أمامك تنهدي ولا غريب عنك صرختي. يا رب نور برضاك يا خالقي.
ليثم روح قديس وليأتي يا رب. أنا من دونك أمس بلا غد، أنعم بخير الحياة بلا أبد. عطرنا يا ربنا وإلهنا برائحة محبتك الزكية، واغسلنا بها من أدناس الخطية أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا ووجدنا وهو يسر برجوعنا. اغفر لنا بنعمتك ورحمتك خطايانا وذنوبنا التي ارتكبنا بمعرفتنا وبغير معرفتنا. آمين. بارك يا رب. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك إلى ذي الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية ونحن غير مستحقين. تسبيح والسجود ربوبيتك كل غير مستحقين. هذا هو الخبز الحي والمحي النازل من السماء والواب الحياة للعالم كله، من يتناوله لا يموت بل يحيا ويتنقى ويخلص إلى الأبد. نقترب يا ربي إيمانا صادقا باسمك نحو هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك ونرسم برحمتك جسد ودم محينا ربنا يسوع المسيح. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. يرسم الدم الثمين بجسد ربنا يسوع المسيح المحيي. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. يرسم الجسد المقدس بدم ربنا يسوع المسيح الغافر. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. لقد تخصصت وتقدست وتمت وكملت واتحدت وختمت واندمجت وانضمت وتضامت هذه الأسرار المجيدة المقدسة بعضها مع بعض باسم الثالوث الممجد والمسجود له الأب والابن والروح القدوس. حلو الأورا والروح قد شاء حنانا. سبحانك يا الله الأب، سبحانك ابن الزلي، سبحانك يا روح القدس. لا راقد منا أمس وندعو قانا إموت أبقاو بقليل ويوما ولك نخفي آني أكيد في هاي اللحظات مهم جدا أنه نركز على دواخلنا. اليوم يسوع يعطينا موقفين يعبرون عن داخلنا، ومن ناحية الإصغاء والسماع الكلمة الله هي مو بس نعم. مريم العذراء قالت نعم لكن مشت بطريق ابنها وتأذت كثير،
قال لها سمعان الشيخ قال لها سيف الحزن راح يخترق قلبك. وبالفعل مريم العذراء ما عافت يسوع، تتباوى عليه من بعيد. أعظم اللحظات الجوهرية عند يسوع عاشتها وياه أمه. فمو بس قالت نعم، وإنما راحت وفلحت الأرض. واليوم إحنا مو بس بالقداس نقول نعم يا رب أنت سيد حياتنا، أنت مخلصنا. لازم هاي النعم تكون بالعمل. يسوع يقول الطاعة هي السماع والعمل، يعني إصغاء عمل، لكن أبد ما تكون هي بس نعم معسولة مثل ما نقولها للناس كلهم وبعدين نسوي غير شيء. اليوم نجي هنا الكنيسة نقول نعم، لكن من يجي وقت الغفران صعب، صعب أنه نغفر. ليش لعد قلنا نعم لله إذا ما إحنا ما نقدر نغفر؟ ولهذا الغفران هو مو مشاعر، هو قرار. فمن تكون مقرر يعني هم تشغل عقلك انه اني وين 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 اني اني قلت يسوع نعم، اخذت القربان، اني ابنك اني بنتك، واني زعلانه ويا اختي. هاي هنا انت مثل الابن الثاني، قلت نعم بعدين رحت نمت. لما اقول نعم لازم اغفر. هذا هو هاي يسوع يقول هاي تعمل مشيتي مو مشيتك. مشيتي مشيتك يعني كرامتك، يعني انت مجروح لا انا ما اغفر. بس لما تقول لا انا امشي ورا يسوع فلازم اعمل هذه. فاليوم اكيد خلونا نتامل بحياه القنفذ، لان القنفذ هواي يفيدنا. انا لما اباع القنفذ، تعرفوا القنفذ مو شايفيه؟ القنفذ يشبه الانسان او الانسان يشبه القنفذ. لما ينجرح هواية بحياته يقوم يطلع أشواق برا، لأنه يخاف من الناس ليكشفوه، فيقوم يخلي أشواق برا. أي واحد يطخ بيه أضربه أجرحه، فما حد يقدر يخترقه. الإنسان يبدأ تاريخه كله يصنع أشواق حتى يحمي نفسه ويخاف من الناس. من يروحون الناس يقوم يطلع رأس القنفذ. بس اكو شيء بالقنفذ تضحكون عليه، انه لما تصير الدنيا بارده ما يقدر يدفي نفسه، وين يروح؟ يروح على جماعه القنافذ، وكلهم يجتمعون سويه حتى يشعرون بالدفو. ولما يقتربون واحد من الاخ يقوم واحد يجرح الاخ. هاي كنيستنا. احنا بالشده نحب، لكن سلوكنا بيجرح، نجرح الآخرين لأنه نريد ندفع. فلما نشوف واحد مجروح إحنا نفرح داخليا، لأنه مو بس إحنا ننزف، أكو غيرنا. ديروا بالكم. فدائما فكروا بأنه يسوع بكل أعمالنا نقول له نعم، ندفع بيسوع بجراح يسوع اللي هي جراح الخلاص، ونشتغل بكرمة لحظات صمت. وهنا يا ربنا وإلهنا أن نقوم أمامك على الدوام بلا عيب، بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالعلامة التي وهبتها لنا رحمة، ندعوك سوية وهكذا نقول آمين. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطى إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. عمرو روحا
قدش القديش يا مش الموتى موتى طيب وثد محيانا مارني شام شيحة تشتمل برحمي عام كلها عالم عالمين Yeah.
بكل البركات الروحية في السماء بيسوع المسيح ربنا الذي أعطانا جسد ودم أربونا الحياة الأبدية التي لا تنقضي. هو يبارك جمعنا ويافض شملنا وينقي شعبنا الذي أتى وتنعم بقوة الأسرار المجيدة المقدسة المحيي الإلهية ولتكونوا مختومين بوصف الصليب الحي ومحفوظين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا وخل زوان والعالم علمي. بس في لحظة عزيزي بالنسبة بس أذكركم يوم الأحد القادم راح يكون نذور الراهبات الكلدان هنا وراح يسوي القداس المطران مار فرنسيس الساعة الثانية ظهرا. وأكيد اليوم همين شوية متخربطين بالوقت اليوم تغير الوقت أوكي إن شاء الله تنامون هواية مو زاد اليوم لو ما أعرف أنا كل شيء ما دافت من هاي. يلا أحد مبارك عليكم الرب يبارك. Ha ha ha.